القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن سيطرة الجيش العربي السوري على جميع النقاط التي حاول الإرهابيون التسلل إليها على أطراف حي جوبر. المهندس الهلال يشارك في حفل تخريج الدورة الأولى من فصيل خنسوات سوريا بريف القامشلي. لقاء جديد بين وفد الجمهورية العربية السورية ودمستورة في جنيف، ومكافحة الإرهاب أولوية. الأخبار من الإخبارية السورية في دمشق، أهلا بكم. نبدأ بالتطورات الميدانية. فقد أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عادت الأمن والاستقرار إلى بلدة كوكب بريف حما الشمالي، وذلك بعد القضاء على المجموعات الإرهابية التكفيرية التي تسللت إلى البلدة وعثت فيها تخريبا وتدميرا وسرقة لممتلكات الأهالي. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة سيطرة الجيش العربي السوري على المناطق التي حاول الإرهابيون التسلل إليها في أطراف جوبر.
بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. استعادت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة جميع النقاط وكتل الأبنية التي تسلل إليها إرهابي جبهة النصرة والعصابات التابعة لها في منطقة المعامل شمال جوبر، وتتابع وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري مطاردة فلول الإرهابيين المندحرة في عمق جوبر، وتوقع في صفوفها خسائر كبيرة في العديد والعتاد. كما تقوم وحدات الهندسة بتفكيك وإزالة المفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في معمل الغزل والمنطقة المحيطة به. لقد شكلت منطقة المعامل خلال 48 ساعة الماضية مقبرة لموجات متتالية من الإرهابيين، قتل فيها المئات منهم. إن نجاح قواتنا المسلحة في سحق الموجات المتتالية من الإرهابيين في منطقة المعامل شمال جوبر يؤكد حماقتهم من جهة، وإصرار مشغليهم ورعاتهم على استخدامهم كوقود ودفعهم للانتحار خدمة لأجنداتهم وأهدافهم من جهة أخرى. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تجدد عهدها لأبناء شعبنا الأبي أنها ستبقى الحصن المنيع الذي يصون سوريا ويحمي ترابها الطاهر، تؤكد عزمها على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية. دمشق في 24 من شهر آذار لعام 2017. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. استعادت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة جميع النقاط وكتل الأبنية التي تسلل إليها إرهابي جبهة النصرة والعصابات التابعة لها في منطقة المعامل شمال جوبر، وتتابع وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري. تحية لكم مشاهدي الإخبارية السورية في هذه التغطية، تغطية أخبار النصر من محيط جوبر. الآن نستطيع القول جميع النقاط التي. أعزائي المشاهدين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر من سويسرا من مدينة جنيف لوصول وفد الجمهورية العربية السورية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف للقاء المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورة. وقد وصل بالفعل الوفد برئاسة الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى مباحثات جنيف في الجولة الخامسة. إذن زملاء في الاستوديو. نعم، والآن نبقى مع زملاء في الاستوديو مشاهدي الإخباري. نعم، تحية لك رائف. إذن كما تابعنا بالصورة مشاهدينا، وصل وفد الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري طبعا إلى مبنى الأمم المتحدة لبدء فعالية هذا الاجتماع الثاني بطبيعة الحال مع وفد طبعا مع ديمستورا. إذن مشاهدينا، وصل كما قلنا وفد الجمهورية العربية السورية الآن إلى مبنى الأمم المتحدة لإجراء الاجتماع الثاني مع ديمستورا، والاجتماع الرسمي الثاني طبعا في مبنى الأمم المتحدة في هذه الجولة من جنيف، الجولة الخامسة من جنيف. الأمس بذات التوقيت كان هناك اجتماع لكل من ديمستورا ووفد الجمهورية العربية السورية. طبعا كما جاء في المؤتمر الصحفي للدكتور بشار الجعفري بالأمس، و
أيضا للمؤتمر الصحفي ليدي مستورة بمساء الأمس، من المؤكد أن هذا الاجتماع سيركز على سلة مكافحة الإرهاب، هي ذات السلة التي تم النقاش حولها بالأمس في الاجتماع بين كل من دي مستورة ووفد الجمهورية العربية السورية. هذه السلة هي أولوية حقيقة لوفد الجمهورية العربية السورية انطلاقا من متطلبات الشعب السوري الذي يعاني من الإرهاب، والذي عانى في الأيام الماضية من تصعيد المجموعات الإرهابية المسلحة تحت لواء جبهة النصرة في دمشق وفي حماة. هذا التصعيد الذي استبق جنيف أيام وتزامن مع جنيف لتكون هناك ورقة رابحة بيد وفد الرياض طبعا الذي تبنى هذا التصعيد واحتفى حقيقة بما تحققه الإنجازات أو ما تحققه هذه المجموعات الإرهابية من إنجازات من وجهة نظرهم. معاناة الشعب السوري والإرهاب بحق الشعب السوري هو إنجازات حسب توصيفهم حقيقة، وهذا ما عبروا عنه بالمؤتمر الصحفي بالأمس. أتحدث عن وفد الرياض رائف. نعم رنا، يعني هل رشح أي معلومات حول الفترة التي سوف يقضيها دي مستورة في الأردن لحضور القمة العربية؟ يعني من سوف يتولى عمليات المباحثات؟ هل ستكون مع مساعده؟ هل ستتوقف المباحثات؟ أي شيء رشح حول هذه الفترة التي سوف يقضيها دي مستورة في منطقة الشرق الأوسط؟ بالأمس دي مستورة بمؤتمره الصحفي تحدث عن هذا الموضوع، قال وجهت له دعوة لمواكبة القمة العربية. سيغادر جنيف يوم الاثنين، سيتغيب عن الاجتماعات، سيحل محله رمزي عز الدين رمزي، سيعود إلى جنيف يوم الثلاثاء لاستكمال هذه المباحثات وهذه الجولة من جنيف رائف. هذا ما أكده دي مستورة حقيقة في مؤتمره الصحفي بالأمس. نعم رنا، كان الاجتماعات قد بدأت مع مساعد دي مستورة رمزي عز الدين رمزي، ولكن هل كانت هي اجتماعات فقط تمهيدية أم كان هناك حديث جدي في السلات المطروحة حول الجولة هذه من جنيف؟ حقيقة رائف هي اجتماعات تمهيدية فقط، كانت اجتماعات تمهيدية وهكذا وصفت من قبل دي مستورة ومن قبل الجميع بأنها تمهيدية بسبب غياب دي مستورة أو تغيب دي مستورة عن اليوم الأول حسب قوله، لأنه كان في جولة في أنقرة في موسكو، أيضا في سبقتها في الرياض. قال دي مستورة بمؤتمر الصحفي عن هذه الجولة لإشراك دول إقليمية وامتزاج رأيها حول الأزمة السورية وإلى أي حد يمكن أن تساعد في إيجاد حلول وإنجاح هذا المسار حقيقة رائف. قال دي مستورة بأنه هناك رغبة حقيقية بإنجاح هذا المسار، نرتقب حقيقة عمليا أن تكون هناك تطبيقات عملية لهذه التصريحات أو تتبع هذه التصريحات لهذه الدول أو بعض هذه الدول رائف، وهذا يتجلى فقط بإيقاف الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة وإيقاف إصدار تعليمات لهذه المجاميع الإرهابية المسلحة للتحرك والتصعيد ضد الشعب السوري رائف. مراسلة الإخبارية السورية من جنيف لمحادثات جنيف 5، أشكرك جزيل الشكر. ولكن رائف اسمح لي رائف تفضلي فقط تفضلي. رائف إذا كنت نعم إذا نعم. كنت تسمعني نعم، فقط حول جدول الأعمال اليوم، كنا قلنا في رسالة سابقة بأنه الاجتماعات هي هذا الاجتماع مع وفد الجمهورية العربية السورية في الساعة 3 بتوقيت جنيف، هناك اجتماع مع وفد الرياض. أيضا في الساعة 5:30 من هذا اليوم هناك اجتماع لديمستورة مع منصة طي القاهرة وموسكو رائف، طبعا كل منصة على حدة سيكون هذا الاجتماع. بعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي لديمستورا كالعادة يجمل به كل النشاطات والاجتماعات التي تمت خلال اليوم. نعم رنا، بطبيعة الحال سوف نكون معك في أي جديد يطرأ على هذه الجولة من المباحثات في جنيف. مراسلة الإخبارية السورية إلى جنيف رنا إسماعيل، أشكرك جزيل الشكر. في أخبار هذه النشرة أيضا، ما حققه الجيش في محيط جوبر هو موضوع فخر السوريين واعتزازهم، حيث عبروا عن فرحتهم بانتصارات الجيش وسحقه للإرهابيين.
الجيش العربي السوري الله يديمه فخرا وعزا لنا لوطننا العربي السوري. تحية للجيش العربي السوري ونحن معهم ندعي له بالثبات وهو على حق والنصر حليفه لأنه يقاتل من أجل مبادئ وخير ومصلحة هذا الشعب. فندعي له بالنصر وإن شاء الله منتصرون لأنه أصحاب الأرض وأصحاب الحق. بدي أحيي الجيش العربي السوري تحية كبيرة، يعني أي كلمة الواحد بدي يحكيها بحق الجيش العربي السوري وعم يقاتل ليحمينا ويحمي عرضنا وشرفنا وأرضنا، يعني أي كلمة بتعجز أنك تقولها، بس تحية كبيرة لألون والله يحميهم إلهي وينصر الجيش. الله يحمي الجيش العربي السوري ويرحم شهدائنا ويشفي الجرحى ويخلينا السيد الرئيس بشار الأسد، وإن شاء الله من انتصار لانتصار أكبر. ولا رح يقربوا على الشام بشعره مثل ما بيقولوا بهمة الجيش العربي السوري، والله يخلينا الجيش ويحمينا إياه يا رب ويخلينا قائدنا ويحمي هالبلد يا رب بجاه الحبيب محمد. ما في شيء بيخوفنا، وهي هي المسلحين أكيد ما بتخوفنا ولا من هابة، وإحنا شعب بنحب الحياة وشعب تعود على يعني تعودنا هالبلد هاي انه نعطيها محبتنا مشان تعطينا اكثر، وما راح يهزونا ولا راح يلينوا من عزيمتنا باذن الله رب العالمين بهمه الجيش والجيش العربي السوري. اهالي حي العباسيين يؤكدون لمفدة الاخباريه الى هناك دعمهم للجيش العربي السوري وصمودهم في مواجهه الارهاب. والله نحن ما طلعنا ما شفنا جيراننا حدا طلع، والدنيا ماشية وما في حدا، هاي شايفين شوف تحت عينكم، هاي الناس عم تروج شيء كذب. ما راح يستفيدوا شيء، ما راح يستفيدوا شيء، لأنه سوريا صامدة وأكثر من وحاولوا أكثر من مرة وصار 6 سنين وأكثر ما قدروا عليها، سوريا صامدة وجيشها قوي. أنا امبارح بالذات كنت هون، أول امبارح كنت هون واللي قبله كنت هون، بفضل أبطال جيشنا وجنود جيشنا الحمد لله المنطقة ظلت بخير والبلد بخير وأمورنا كلياتها بخير الحمد لله. نحن لو ما بفضل الجيش السوري ما كنا موجودين، الله يرحم الشهداء كلهم، ونحن بفضلهم فعلا يعني حياة مستمرة، ونحن ليكينا هلأ رايحين نجيب خبز والحياة تستمر الحمد لله. الأمور بخير، ما في شيء، أمور بخير إن شاء الله، يفعل البلد ويفرج عن البلد وأهله أحسن شيء. صارت الوضع عادي ورجع مثل الأول إن شاء الله وأحسن. إن شاء الله ما في شيء بيوقف في هالبلد بإذن الله، والله حامينا والله حامي الجيش. الله ينصرهم دائما، الله ينصرهم ونحن منصورين بإذن الله إن شاء الله. نحن الجيش العربي السوري عنا مقدس، هذا من القديسين وهو حامي الوطن وابن الشعب وحامي الشعب، ابن الشعب، ابني عسكري وأخوك عسكري، الثاني عمو عسكري، والحمد لله الله يديم الجيش وقائد الجيش. الله ينصرهم ويرحم كل الشهداء، لأنه بالفعل الشيء اللي صار ما حدا بيعمله، ما في جيش بالعالم بيقدر يقوم فيه. ساكن بجرمانو وكنت مصر دائما أنه يجي على عملي هون، لأنه البلد بخير والمنطقة كلها بخير إن شاء الله الحمد لله، بهمة وعزيمة رجالنا. الله يحميهم يا رب وينصرهم ويرحم كل شهدائنا ويشفي جرحانا يا رب. بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، قام الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال بزيارة عدد من النقاط والوحدات العسكرية العاملة في مدينة دير الزور. بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، قام الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال بزيارة إلى عدد من النقاط والوحدات العسكرية العاملة في مدينة دير الزور. وأكد الهلال فخر كل أبناء سوريا بما يحققه الجيش العربي السوري من انتصارات على كامل جغرافيا القطر عموما وفي دير الزور خصوصا، التي استماتت التنظيمات الإرهابية جميعها على إسقاطها لكنها باءت بالفشل بفضل بواسل الجيش. نحن موجودين بيناتكم اليوم لننقلكم تحية ومحبة قائد هذا الوطن، القائد الذي نرفع رؤوسنا عاليا به، القائد الذي جعل لسوريا اسم ورقم صعب في المعادلة الدولية، القائد السيد الرئيس بشار الأسد. محملني محبته وتقديره لكل فرد فيكم، من الجندي البطل الذي رأيته الآن بأم العين، كيف أنه بكل يقظة وبكل حيطة يجعل هؤلاء يخافون أن يرفعوا رؤوسهم ويسحقوا تحت أقدامه.
وأشار الهلال إلى أن مدينة دير الزور صمدت في مواجهة الإرهاب بفضل أبطال الجيش العربي السوري عبر تضحياتهم ويقظتهم وجاهزيتهم التامة، مبينا أن ما ألحقه الجيش العربي السوري في دير الزور وحدها من خسائر في صفوف داعش وأخواتها يفوق أضعاف ما حققه ما يسمى التحالف الدولي. كما قام الأمين القطري المساعد بزيارة إلى المشفى العسكري ومشفى الأسد، طلع خلالها على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أكد خلال الزيارة أن دماء الشهداء كانت العامل الأقوى في صمود هذه المدينة، وأن جراحهم هي البلسم الذي يداوي جراح الوطن. أنتم خليتم سوريا تنتصر، والآن إن شاء الله دير الزور تنتصر. منصورين إن شاء الله منصورين. الله يخليك. نحن دائما على العهد. الله يخليك. تسلم. مهما صار. وارواحنا كلها في دا سوريا. اليوم جاهزين أنتم. هالساعتين إذا يجينا إسعاف خلال نص ساعة يكون طبق المحور مقلع. واطلع الهلال على الواقع المعيشي في مدينة دير الزور من خلال جولة خدمية في الأسواق. التقى خلالها بالأهالي واستمع منهم إلى معاناتهم وللواقع الذي يعيشونه. وتفقد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال سير العمل في مخبز الكرامة الاحتياطية، واطلع على جودة الرغيف المنتج المقدم للمواطنين. كما شارك المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من المسؤولين في الاحتفال بتخريج 150 متطوعا من كتيبة الخنساء بريف القمشلي. بحضور الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال والدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية واللواء جايز الموسى محافظ الحسكة والمهندس سليمان ناصر أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الحسكة، تم الاحتفال بتخريج 150 متطوعة من كتيبة الخنساء بريف القامشلي. الأمين القطري المساعد نقل محبة وتقدير الرئيس بشار الأسد إلى أهالي الحسكة واستعرض الأحداث على الساحة العامة الدولية والإقليمية. انظروا حولكم في سوريا الآن، سوف تروا آلاف الخنساوات وليست خنساء. الإمرأة التي قدمت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ولم يبقى لها إلا أن تقدم نفسها وهي جاهزة لأن تقدم نفسها، ها هي وهؤلاء هم نساء سوريا الأشاوس، ها هؤلاء هم نساء سوريا الأبطال. هاي الدورة هي لمجموعة من الرفيقات من نساء وبنات ونساء محافظة الحسكة القرى الريفية، منقوم بعملية تأهيل تيكونوا رديف للجيش والقوات المسلحة. هاي هي وظيفتهم الأساسية، ضمن حقولهم بيوتهم وأراضيهم للدفاع عنها ضد من يحاول اغتصاب هذه الأرض. منذ بداية الأزمة أثبتت المرأة السورية القدرة العالية على الصبر والتحمل، واليوم أبت المرأة السورية إلا أن تكون في نفس الخندق مع الرجل، فتستحق أن يطلق عليها اسم خنساء هذا العصر. اليوم نحن جينا على محافظة الحسكة لنتكرم ونكرم خنساوات سوريا، ومنقول نحن حتى الأطفال وحتى السيدات رح تدافع عن أرض سوريا ضد الإرهاب، وسوريا باقية إلى الأبد، ورح ندحر الإرهاب من كل من أقصى سوريا إلى جنوب سوريا. احنا قمنا كعشيرة الغنامة بتخريج دورة جديدة للخنساوات، وهي الدورة الأولى على مستوى محافظة الحسكة، فقمنا بتكريم هذا الفريق الذي قدم الكثير للجيش وللوطن ولكل إنسان شريف بهذا البلد. ما في فرق بين الشام والحسكة والقامشلي ودرعا وحمص، كلياتنا مجموعة واحدة إيد بإيد راح نكون جنب الجيش كل واحد بدوره لنأكد على هويتنا السورية اللي ما بتتغير، نحن موجودين والله ينصر الجيش. لقد تم تخريج 150 مقاتلة من خنساوات سوريا لأنها المرأة العربية كما عدناها سابقا كانت وما زالت وستبقى جنبا إلى جنب تقاتل مع الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية أينما وجدت. هذا المشروع الوطني فصيل خنساوات سوريا كانت الانطلاقة نحو تعزيز وتمكين المرأة، تمكين قدراتها نحو تحقيق الحالة الوطنية الأسمى والأرقى ألا وهي الدفاع عن الوطن.
الحفل تضمن تقديم بيان عملي عن التدريبات في القتال والرمي من قبل الخريجات اللواتي كرمن من قبل رجال الأعمال. المتدربات عبرن عن سعادتهن بهذه الفرصة التي كانت لهن بمثابة وسام الشرف للالتحاق بالفيلق الخامس. في هذا اليوم المبارك قمنا بتخريج دورة خنساوات سورية تحت رعاية الرفيق هلال هلال أمين القطر ومساعد الحزب البعث العربي الاشتراكي، وهذان الخنساوات أبن أن يكون في الصف الأول للجيش والقوات المسلحة في معركة الشرف والكرامة التي تخوضها سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. جينا هنا لنؤازر الجيش العربي السوري ولنعبر عن حبنا للوطن ولقائد الوطن الدكتور بشار الأسد. جيت اليوم لدافع عن الوطن لأن الوطن يستاهل تضحيات كثيرة، فلما ندافع لما نحن البنات عم ندافع عن الوطن نحس عم نبني هالوطن وعم نبني اشياء كتير حلوه فيه لانه يستاهل، لانه هو اللي ربانا هو اللي عطانا الخير والعطاء من هالوطن. منذ عصر زنوبيا الى عصر الخنساء كانت خنساوات القامش لليوم سند للجيش العربي السوري في تحرير الارهاب من مدينه القامشلي قريه حامو للاخباريه السوريه محمد الصغير. فرنسا وبريطانيا من الدول من الحكومات الغربية التي ترعى الإرهاب وتستخدمه كسلاح سياسي. بريطانيا وفرنسا تبيع أسلحة بمئات مليارات الدولارات للسعودية وقطر وغيرهما من الأنظمة الخليجية التي ترعى الإرهاب في العالم، بلادي لا تقوم بذلك. السبيل الوحيد لهزيمة داعش هو التنسيق والتعاون مع الجيش العربي السوري. أعلن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جنيف الدكتور بشار الجعفري أن جلسة المحادثات بالأمس مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا ركزت على موضوع مكافحة الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي عقب جلسة المحادثات مع دي مستورا أوضح الجعفري أن جدول الأعمال يتضمن 4 سلال يتم التعامل معها بالتوازي، بمعنى أنها متساوية القيمة ويمكن أن نبدأ بشكل عملي بأي سلة من السلال الأربع، ولكن التطورات التي تحدث على الأرض تستدعي أو استدعت أن نبدأ بسلة مكافحة الإرهاب. وأوضح الجعفري أن المبعوث الخاص أبدأ تفاهما لوجهة النظر هذه، ووافقنا الرأي أنه يجب أن نبدأ بمناقشة سلة مكافحة الإرهاب بحكم ما يجري على الأرض في سوريا. وخلال مؤتمر صحفي قال المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا: ركزنا في اجتماعنا مع وفد الجمهورية العربية السورية على التطورات الأمنية الأخيرة، وسنلتقي الوفد مجددا في 11 صباحا. دي مستورا أضاف: كان هناك اقتراحات للإعادة بالإمساك بالأمور وتطرقنا إلى جوهر المحادثات وليس جدول الأعمال. وأكد وفد الجمهورية العربية السورية استعداده لمناقشة كل السلال. دي مستورا أوضح أنه على الرغم من عدم وجود نتائج إيجابية تماما في اجتماع أستانا الأخير والعمليات العسكرية الأخيرة، فهناك إجماع على المضي بالمحادثات في جنيف، وأشار إلى أن أجندة المحادثات في جنيف متفق عليها وتحظى بدعم مجلس الأمن الدولي، وأن جميع المشاركين اتفقوا على أنه يجدر بنا الوجود في جنيف ولم يهدد أحد منهم بالانسحاب. أرن إسماعيل من قناة الإخبارية السورية. نعم. سيد دي مستورا، التصعيد الذي تشهده عدد من الجبهات السورية اليوم من دمشق إلى حماة قامت به جبهة النصرة وعدد من المجموعات الإرهابية التي كانت قد شاركت في اجتماعات أستنا. قلت حضرتك بأنك زرت بعض دول الإقليم وتحديدا تركيا التي كانت ضامنة لهذه الجماعات الإرهابية المسلحة، وتباحثتم بموضوع الضمانة. سيد دي مستورا، ما
الضمانات التي قدمتها هذه الدولة لإنجاح هذه الجولة من جنيف؟ طبعا ستمليها على الفصائل المنضوية تحتها أو التي هي داعمة لها، وكيف يمكن أن تثقون بهذه الدولة إذا كانت أكثر من مرة فصائلها خرقت القرارات؟ Let me say one thing. I mean it when I said it, and I would repeat it. For us, Astana process is very important. I would have few comments. اسمحوا لي أن أقول أمرا سبق أن ذكرته بالنسبة إلينا. مسار أستانا بالغ الأهمية. Because it has been able so far to actually establish quite a ceasefire, not a complete one. We knew it. It was going to be difficult, but quite a ceasefire. لأن مسار أستانا تمكن من التوصل إلى وقف إطلاق نار. وقف إطلاق نار رغم أنه ليس بكامل ولكنه يبقى وقفا لإطلاق النار. We always knew that as last year, every time we have a ceasefire that has been taking place, those who are not part of it, like al-Nusra, can be a major spoiler. ولكن لطالما عرفنا منذ العام الماضي وما قبل أنه كلما توصلنا إلى وقف إطلاق النار الأطراف التي لم تنضم إليه كالنصرة يمكن أن تفسد وقف إطلاق النار. Having said that, I'm counting, in fact, on the two co-sponsors, which have become three, and actually more than sponsors, guarantors of the Astana ceasefire, to reconnect quickly in order to deliver what we were all expecting them to deliver, a credible ceasefire. And I'm convinced that we will be going back to that because there is no other alternative, and B, because to me, they appear to be sincerely trying to do so. Remember, in December. أنا أعتمد على اثنين من الأطراف الرعاة لمسار أستانا، لبل ثلاثة من الجهات الراعية، لبل أيضا الضامنة لمسار أستانا ووقف إطلاق النار، لكي تتوصل هذه الأطراف الراعية إلى نوع من وقف إطلاق نار ذات مصداقية. وأنا مقتنع أننا سنتوصل إلى ذلك لسببين: أولا لأنه ليس لدينا من خيار آخر، وثانيا لأنهم يبدو أنهم جديين فعلا في التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا. عرضت بريطانيا اقتراحا قدمته روسيا والصين لمجلس الأمن الدولي بتوسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لتشمل العراق. وقال فلاديمير سافرنكوف نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده تقدمت مجددا إلى المجلس بمشروع قرار حول مكافحة حصول الإرهابيين في سوريا والعراق على أسلحة كيميائية، مشيرا إلى أن الوفد الصيني شارك في إعداد مشروع القرار بعدما أبرزت روسيا أمر استخدام تنظيم داعش الإرهابي هذه الأسلحة في الموصل. وقد عرض السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو راكروفوت هذا المشروع مدعيا أن هناك اختلافات عدة بين الوضعين في سوريا والعراق. وردا على موقف السفير البريطاني قال سافرنكوف إننا أيضا نرفض بشكل قاطع إمكانية تفسير الدول الغربية في مجلس الأمن هذه المبادرة كأنها ضد مصالح العراق. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الصوت والغازات السامة خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية. وأمس أصيب 8 فلسطينيين بجروح وعشرات آخرون بحالات اختناق إثر تفريق قوات الاحتلال لمسيرة ضد الاستيطان. دفاعا عن الأرض وإصرارا على إزالة بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي بلدات كفر مالك والمغير شمال شرقي رام الله، خرج عشرات الفلسطينيين في مسيرة أطلقت عليها قوات الاحتلال النار، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين بجروح وعشرات آخرين بحالات اختناق، عندما أطلق المحتلون بدم بارد الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المئات من المشاركين في المسيرة التي طالبت بتفكيك البؤرة الاستيطانية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها قدمت العلاج لثمانية مواطنين خلال المسيرة، بينما أصيب عدد من مصوري وسائل الإعلام بحالات اختناق. الجمعية أضافت أن مواطنا أصيب برصاص حي في الفخذ
فيما أصيب 7 آخرون بالرصاص المطاطي، وأشارت إلى أن 4 من المصابين نقلوا للعلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله، بينما قدمت الإسعافات للآخرين ميدانياً. أهالي المنطقة أكدوا أن مجموعة من المستوطنين نصبوا خيماً وبيوتاً متنقلة على أراض لسكان بلدتي كفر مالك والمغير منذ عدة أسابيع في محاولة لتحويلها إلى مستوطنة وقدم أراضيهم. وفي عدوان مماثل أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطية على مسيرات إسبوعية مناهضة للاستيطان والجدار العازل في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز. مهما حاول الاحتلال قمع هذا الغضب الشعبي الفلسطيني، إلا أن رصاصه الغادر يعجز عن كسر من آمن بالمقاومة وسيلة لدحر المحتل وتحرير الأرض. رغم محاولات بريطانيا والولايات المتحدة الدفاع عن جرائم الاحتلال الصهيوني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف 4 قرارات خاصة بالوضع في فلسطين المحتلة تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته ضد الشعب الفلسطيني. لم تكتفي بريطانيا على مدار السنوات 70 الماضية بالدعم المالي والسياسي للعدو الصهيوني، بل وقفت ضد حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، حيث حذرت لندن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنها ستصوت ضد قرارات موجهة ضد الكيان الصهيوني. وقد أقر مجلس حقوق الإنسان قرارات من بينها قرار ضد المستوطنات، وقرار آخر أكد أن الجولان العربي السوري منطقة محتلة من قبل الاحتلال الصهيوني. وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هدد بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان إذا لم يلتزم إجراء إصلاح مهم، وذلك بعدما طالبت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسحب تقرير أصدرته هيئة تابعة للأمم المتحدة يتهم الاحتلال الصهيوني بتطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. هذه ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها مجلس حقوق الإنسان قرارات ضد الاحتلال، إذ نجح الفلسطينيون العام الماضي في استصدار قرار يدين المستوطنات ويدعو الدول والمؤسسات والشركات إلى مقاطعة كل ما له علاقة بمنتجات المستوطنات. أمريكا وبريطانيا تثبتان مرة أخرى أنهما ضد تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتقفان إلى جانب العدو الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاما، وتؤكدان أنهما راعيتان للإرهاب الدولي وتحتضنان آلاف الإرهابيين على أراضيهما وترسلان بهم إلى بعض البلدان العربية بهدف زعزعة استقرارها وتفتيتها خدمة للعدو الصهيوني. حققت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية انتصارات في عدد من الجبهات ردا على مواصلة عدوان النظام السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إصابات مباشرة تحققها قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في صفوف قوات العدوان السعودي في عدد من الجبهات، ومنها مواقع المنتزه ومركز الخوبة الشمالية وإمارتها بجيزان، إضافة إلى تحصينات مرتزقة النظام السعودي في التبة الحمراء والبيت الأبيض وجنوب الكوبري في الخوبة الشمالية وتجمعاتهم في معسكر أم القطب الشرقية. كما استهدف الجيش اليمني مواقع الهرم في الطلعة بنجران ومركز سقام وموقع الضبعة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف مرتزقة النظام السعودي. وفيما تم تفجير آلية سعودية بعبوة ناسفة في موقع شجع، فقد استهدفت القوة الصاروخية في عسير تجمعات آليات وجنود سعوديين في منفذ علب، ما أسفر عن احتراق آلياتهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. القوة الصاروخية للجيش اليمني ضربت تجمعات المرتزقة بما تحويه من آليات في محافظة مأرب، في وقت لقي 8 منهم مصرعهم في مديرية صرواح. إنجازات ميدانية للجيش تأتي رداً على عدوان النظام السعودي الذي يستخدم خلاله أسلحة محرمة دولياً
ما خلف ضحايا جديدة في صفوف المواطنين، حيث استشهد منهم 8 يمنيين وأصيب آخرون في غارات على سوق الخضار وسط مدينة صعدة وتعز. ما حذا بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يعلن مقتل 100 مدني شهرياً في اليمن بسبب قصف العدوان العسكري للنظام السعودي. أعزائي المشاهدين، وبالعودة إلى آخر التطورات الميدانية في محيط العاصمة دمشق، ينضم إلينا الآن موفد الإخبارية السورية ربيع ديبي. ربيع، نعم، تحية لك رائف. تفضل ربيع، الهواء لك. طبعا نحن نقف الآن في منطقة التي حررها الجيش العربي السوري، منطقة كراجات العباسيين ومعمل الغزل والنسيج ومعمل الإسفنج. كل هذه النقاط التي كانت تعتبر يعني تحت سيطرة المسلحين، إذا تحدثت عن معمل النسيج أو منطقة معمل الإسفنج، كانت هنا تدور الاشتباكات العنيفة بين الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة. هذه المناطق بالكامل باتت تحت شكرا الله يحميكم. طبعا يعني جنود الجيش العربي السوري هنا يوزعون الحلوى بمناسبة هذا النصر وهذا الإنجاز رائف. طبعا لو عدت بالحديث أيضا إلى المنطقة التي خلفي، هي كما قلت لك هي منطقة معمل النسيج. هذا هو المعمل ومعمل الإسفنج خلفه الذي يبدو في الصورة. هنا كانت تدور الاشتباكات العنيفة بين وحدات الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة في محاولة منها للاقتراب من عقدة التروبيكانا ومبنى السيرونيكس الذي يبدو إلى العمق. إذا اقتربت بعدسة الزميل نعانسة قريبا إلى هذه المنطقة، في العمق الطريق الواصل إلى جسر التروبيكانا وأيضا باتجاه منطقة السيرونيكس. هذه النقطة أو 500 متر مربع التي أمامي كانت تعتبر النقطة التي هاجمتها المجموعات الإرهابية لمحاولة الاتجاه وفك الطوق عن المجموعات الإرهابية في القابون. إذا انتقلت معك رائف إلى العمق، الأبنية العالية المتواجدة في عمق الصورة خلف السيرونيكس وخلف الأوتوستراد، هذه المنطقة هي تابعة لمنطقة القابون، حيث كان يعني هدف المجموعات الإرهابية كما قلت لك التلاقي بين هاتين المنطقتين. كل هذه العمليات فشلت. الآن هناك هدوء في هذه المنطقة، طبعا ما خلا بعض رصاصات القنص التي تطلقها المجموعات الإرهابية بين الحين والآخر من عمق جوبر، لكن الوضع آمن تماما. يتجه الجيش العربي السوري عبر وحدات الهندسة لتفكيك الألغام وأيضا العبوات التي زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة، إن كان في منطقة محيط كراج العباسيين أو شركة الكهرباء أو معمل الغزل والنسيج أو أيضا في محيط منطقة معمل كراش. بعد ذلك سيتم فتح الطرقات وإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المنطقة. يذكر أن شارع فارس خوري بالكامل هو تحت يعني السيطرة، أيضا عادت الحياة الطبيعية قليلا إلى هذا الشارع. المدنيون لم يغادروا بيوتهم أبدا، لكن الشارع كما أؤكد لك هو آمن تماما. المنطقة التي أمامي والساحة التي أمامي وكراج العباسيين هو آمن تماما وتحت سيطرة وحدات الجيش العربي السوري. لم تفتح الطرقات باتجاه برزة أو أوتوستراد حرستا، لأن المنطقة ما زالت هي منطقة عمليات عسكرية، لأن الجيش العربي السوري تقدم إلى نقاط جديدة غير النقاط التي استعادها، تقدم إلى نقاط جديدة في منطقة جوبر ويحاول الضغط أكثر وأكثر والاستفادة من انسحاب المجموعات الإرهابية إلى زملكة وعربين وأيضا إلى عمق جوبر وباتجاه المتحلق الجنوبي. هناك كما قلت لك تقدم للجيش وتثبيت خطوط دفاعية، ومن ثم ستبدأ وحدات الهندسة بفتح الطرقات وتنظيفها من مخلفات الاعتداءات الإرهابية في هذه المنطقة، ومن ثم فتح الطريق من جديد. نعم ربيع، نعم ربيع. إذن ربيع سوف نكون معك في ورود أي جديد لديك. موفد الإخبارية السورية ربيع ديبي، أشكرك جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين، لم يبقى في هذه النشرة إلا التذكير بالعناوين. القيادة العامة للجيش والقوات تعلن سيطرة الجيش العربي السوري على جميع النقاط التي حاول الإرهابيون التسلل إليها على أطراف جوبر. المهندس الهلال يشارك في حفل تخريج الدورة الأولى من فصيل خنسوات سوريا بريف القامشلي.
لقاء جديد بين وفد الجمهورية العربية السورية ودمستورة في جنيف ومكافحة الإرهاب أولوية. مني ومن جميع العاملين في هذه النشرة كل التحية، دمتم بخير، برعاية الله.